لا، لأنه الحكومة همها تجارة وبس، هذا هو الدوام. لا، لأنه أصلا كم هائل يعني بيطلع من الجامعات، كم هائل يعني، أعداد كبيرة وبتفوق يعني اللي بيحتاجه السوق، الأعداد اللي بيحتاجها السوق. شو رأيك؟ أنا برأيي الحكومة شاطرة بس ما وجهت الشباب. أنا ما شفتش توجيه. سمعنا بإشي عن هذا الموضوع أو حدا بيحكي إنه في تخصصات هنحتاجها بعد سنين إنه بتكون مطلوبة، فهذا السبب إنه لا مش ناجحة. الأحسن ما ندرس نحن، أحسن الأحسن واحد ما يدرس. ما بشوف هالشي، ما عم بشوفه. لا دليل إنه كتير عنا بطالة. في بطالة يعني ما في شغل للشباب، أغلبها قاعدة يعني. الشباب عرفت علي كيف؟ ما في توظيف، ما في شغل، الشباب أغلبها قاعدة يعني.